مشاهدينا الحلوين الطعمين اللزاز، اهلا وسهلا بيكم. يلا بينا على طول نبتدي رحله جديده من رحلاتنا يا رب السعيده دايما. تعالوا النهارده نتعرف على الاسرتين اللي معانا على طول، ونبتدي بالاستاذ الفنان الصغير جايدن. ازيك يا جايدن؟ كله تمام. عامل ايه؟ كله تمام. انت عارف ان انا اتفرجت عليك في عرض مسرحي؟ اه شفتك، يعني فنان فنان يعني. شكرا. دي اول مره تمثل فيها كنت؟ اه كانت اول مره. اوكي، طب انت عندك كام سنه بقى؟ عرفنا على نفسك. 7. طب انت 7، اخبارها ايه معاك؟ حلوه؟ اه حلوه. تمثلت بقى وانت 7 وبتاع؟ اه بقيت نجم يعني. من 6. من 6. من 6. انا نجم من 6. اوكي ماشي. جايدن بقى النهارده جايب معاه الكوزن بتاعته او بنت خالته، صح؟ اه. علشان اخوك صغنن قوي. ايوه مش هيقدر يعني. ايوه بس انت وبنت خالتك صحاب بقى وبتلعبوا دايما زي الاخوات. مع بعض دايما. دايما دايما دايما. هلو يا بيرلا. هاي، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عرفيني على نفسك اكتر بقى. عندي 11 سنه. اوكي. والاعدادي بلعب باتيناج في نادي وادي دجله. نايس، فريق باتيناج. برافو. ماشي. مامة جيد. اه كريستين. كريستين. وخالد بيرلا. وخالد بيرلا. والخاله والده عادي. يعني والده جدا، هي بنتي الاولى. والده قوي. ايوه دي بنتي فعلا. يا ربنا يخليكم لبعض. بيرلي ولا بيرلا؟ بيرلي. بيرلي. طب وسايبيني اقول لك بيرلا ليه؟ ماشي، قولي لي بقى بتشتغلي؟ انا بشتغل انجلش تيتشر. تيتشر يا حياتي. اه بقالي كتير في الكارير ده. هو اتس فيري نايس يعني. طب وانا في نيرسري، فانا جايه النهارده يعني ايه في المود قوي. كل الحاجات دي انا كل الحاجات دي هرشاها ودايساها. اه يعني هيبقى شكلي وحش قوي لو خسرت. لا ان شاء الله مش هتخسري بقى. ان شاء الله يعني. ان شاء الله. ان شاء الله يا كريستين. اورايت. رب الاسره بقى. انا جورج. هاي جورج. هاي. انا سينيور اتش ار اوفيسر في شركه في المجال المالي. اوكي. كريستين مراتي، جايدن جايسون، بيرلي طبعا بنوتتنا، بنوته العيله الصغنطوطه الاولانيه خالص. فدي دي الحته السبيشال في قلبنا كلنا. يا روحي. علشان كده اخترنا بيرلي تبقى موجوده معانا. يا روحي. لا ان شاء الله يعني تقضوا رحله سعيده معانا. نبتدي بقى بالاسره الثانيه اللي كلها فنانين صغار وكبار برضو. استاذه ساره، صح؟ قولي لنا عندك كام سنه بقى يا استاذه، وعرفينا ان انت فنانه ازاي بقى. قولي لنا. انا عندي 8 سنين وداخله سنه ثانيه. اه وبتمرن باليه مع بابي. اه بحب التمثيل. يا ولد، ومثلتي قبل كده؟ ان شاء الله هتمثلي زي جايدن ان شاء الله. بس انت باليرينا بقى، طلعتي حفلات وكده ولا لسه؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا روحي ان شاء الله. الاستاذ يوسف فنان مختلف بقى. اه اديني بقى. عندي 11 سنه. اه وداخل سنه رابعه. رابعه ايه؟ رابعه كونسير. كونسيرفاتوار. ايه بقى بتدرس انتوا؟ معرفش بقى عندكم كونسيرفاتوار من بدري بتدرسوا الات معينه تتخصصوا ولا ايه؟ يعني الدكاتره بيخصصونا، بيعملوا لنا كده اختبارات ويخصصونا. يعني انا داخل كمانجا. كمانجا يا سيدي. عارف قد ايه صعبه الكمانجا، صح؟ بس انت قدها وقدود ان شاء الله. وبتغني طبعا. بتغني بقى ايه؟ في كورال؟ اه في كورال قصر ثقافه الجيزه. يا ولد ما تسمعنا حاجه؟ ماشي. طب ما تسمعنا كده، نبتدي كده، نبتدي على طول. الحلوة دي قامت تعجن في البدية. ودي جدا كوكو كوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، اجعل صباحك صباح الخير يا اسطى عطية. يا سلام. صباحي. يا غلوب يا بنت. الله صوته جميل جدا جدا. لا ده احنا هنستغلك طول الحلقه بقى معانا. ماما عبير. عبير. انا جاي العب. انا جاي. انا جاي العب. انا مامته جاي العب. ايوه انا جاي العب انا. ان شاء الله تلعبي وتقضي وقت حلو. ان شاء الله باذن الله. اهلا يا دكتور. هو مش دكتور عشان ما يبقاش انتحال شخصي. والله ما يبقاش انتحال شخصي. استاذ. طيب انا مدرس باليه. مدرس. اوكي. ومصمم استعراضات. ما شاء الله. وبحرك عرايس بعد الظهر. الله. طب ده انت في انتوا يا جماعه في المكان الصح النهارده. اه طبعا. يعني مش حاسس بغربه خالص. ده انا انبسطت. احنا كلنا انبسطنا اصلا. الله. هي الوحيده دي اللي كانت مرعوبه عشان ما لا 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 اكتر واحده اتبسط فيك. انا هروح ده هلعب. انا هروح ده كله. طب اهي جايه ومحدده. بس في معلومه بقى اتكلمنا فيها ونفسي تشرحها لنا اكتر. كنت بتلبس عرايس. الله يرحمه استاذ رحمي. أوه. اللي عامل بوبي وطمطم. عامل بوبي وطمطم طبعا. ايوه معلومه يمكن ما حدش كتير يعرفها، ان اغلب اللي بيحركوا بوجي وطمطم في كل المسلسلات ناس من معهد الباليه. اوكي
هو كان معلومه بيختار... فعلا جديده. هو كان بيختار بتوع الباليه علشان يحركوا العرايس. لان عندنا احساس بالايد والحركه ولو في العروسه بتعمل رقص او استعراض فهنعرف ازاي نخليها ترقص. اوكي. فانا كنت من ضمن المحظوظين من الاطفال اللي بيلبسوا بوجي. يعني الله. هي كان كانت رايحه لحد صديقي واعتذر فاتكلمني في التليفون. الله. وقال لي تعالى روح. انا كنتش عارف انا رايح ليه. فجاه لقيت بوجي. كنا في استوديو في مبنى الاذاعه والتلفزيون. وفجاه لقيت نفسي بلبس ماسك بوجي وبتاع وكان كنت هموت وابقى الله. يعني حاجه الحمد لله والشكر لله دي حاجه لذيذه جدا. فأنا جدا فانا كنت بلبس ماسك بوجي في اي حته يعني حاجه حلوه قوي. انا بصراحه كنت بحب بوجي وطمطم وانا صغيره جدا 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 وما زلنا. وسعيد ان حضرتك معايا. انا معايا حد كان بوجي وهو صغير. طيب يلا جاهزين. طيب قبل ما نبتدي الاسئله بتاعتنا نحب نتعرف اكتر واكتر عليكم ونحب نعرف اذا كنتوا انتوا عارفين بعض كويس ومتواصلين مع بعض كويس ولا لا. نشوف بقى على طول ليه ابتدينا نغرش ونبص لفوق ونتوتر وكده اهو. يلا نسال على طول. جورج قول لي اكتر خروجه جايدن بيحب يخرجها. النادي. النادي صح يا جايدن؟ صح صح. اكتر ممثل يوسف بيحبه. بصراحة مش عارف هو بيحب مين الممثلين. هو يوسف بيحب أي حد بينط في أي حتة يعني. قول طب اسم يمكن يطلع هو. تامر حسني. يا راجل تامر حسني كمطرب وممثل يعني. حلو يا راجل. احنا جايين نتعرف على بعض النهارده. لذيذ قوي. طيب اوكي ماما قولي لي بيرلي اللي هي بنوتك الكبيرة بقى والأولانية الحب الحب ايه أحسن لون أو أكتر لون يعني مفضل بالنسبة لها؟ هو أكيد مش بينك. أوكي. أكيد خالص. مش بينك مع إنها لابسة فوشيا. يعني عشان أنا اللي مختاراه لها لكن هي أكيد مش بينك. أوكي. بتحب أورنج صح؟ بصي بصي لها إزاي؟ الله الله وايت لونك أنتِ لونك أنتِ مفضل. فوسفوري فوسفوري ذيس إز أور كولر. فوسفوري فوسفوري قالت لك بعد كل الألوان فوسفوري فوسفوري. ده يعني سبيشالي لينا إحنا الاثنين. ماشي أوكي يا ولد فوسفوري سبيشال ها؟ ماشي أوكي ماما. قولي لي سارة بتحب تاكل منك ايه اكتر اكل؟ بانيه. ده بجد يا سارة؟ بانيه فعلا؟ النبي جميلة وراجلنا بأي حاجة كده وحلوة. ماشي. جايدن قول لي بابا مين اكتر حد بيكلمه في التليفون؟ المديرة بتاعت شغله نهلة. نهلة موسى. اوكي ده حقيقي. لو سمعينا طبعا انت فلاحين. تحية لمديرة شغل بابا. اوكي. سارة قولي لي بابا ايه اكتر فيلم بيحبه جدا كل ما يجي لازم يتفرج عليه او مسلسل؟ بيحب الحاجات الاجنبيه. يعني ايه فيلم مثلا ولا ايه؟ افلام زي الايه مثلا؟ رعب اكشن رعب كوميدي. بابا بيحب الرعب. بابا بيحب الرعب؟ بيحب الحاجات الرعب. بس احنا ما بنتفرجش جنبه صح؟ لا انا بحب اتفرج عليه. هما بيحبوا يتفرجوا على الرعب وبعدين يجوا يناموا معانا في الاوضه بعد كده. الله طب يعني طب بنعمل كده ليه من الاول؟ اوكي طب بلاش نعمل كده يعني ناخد بالنا كده نوم هنيء للاطفال اللذيذه وبتاع. ماشي اوكي واضح ان احنا عارفين بعض كويس قوي يا جماعه سواء الاسره دي او الاسره دي. فنعدي المرحله دي علشان مش عايزين احراج اكتر من كده ونخش على طول نسخن بقى بالاسئله اللي عندنا. عندنا مرحله الاسئله دي ثلاث مراحل. المرحله الاولى انا مين او انا ايه كل الاسره بتشارك فيها وفي صح وغلط الاولاد بس هم اللي هيجاوبوا لو ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده او اختيارات الاولاد بس هم اللي هيجاوبوا لو ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده تدعوا لي امر او هنغني. اوكي جاهزين؟ جاهزين. ريدي قوي يعني؟ يلا. طب يلا على طول نبتدي على طول بانا مين او انا ايه. السؤال انا مؤنث كلمه اكبر. كبيرة. كبرى. برافو جورج رد كبيرة يا تيتشر. كبرى إن شاء الله. تصغير كلمة شجرة. شجيرة. شجيرة برافو. ماشي أنا الهرم الأول الذي تم بناؤه. هرم سقارة. سقارة. في التلات أهرامات؟ مش في التلاتة دول لأ. الهرم المدرج. أيوه اسمه إيه المدرج؟ المدرج اسمه إيه؟ الملك ايه؟ هرم سقارة المدرج. ايوه مين بقى اني ملك؟ سنفرو؟ لا. مين؟ زوسر 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 برافو برافو بابا. ماشي طيب انا موحد القطرين ومؤسس الاسره المصريه الاولى. مينا. مينا يا جماعه في ايه؟ ده ايه الثقه دي؟ هو ليه بابا بس اللي بيجاوب في الفريقين؟ هو ليا انا بابا هو معلومات عامه. هو ليكوا كلكوا بس ليه بابا بس؟ طيب شاطرين جدا 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 الحمد لله. حد جاوب من هنا وحد جاوب من هنا. تيجي نبتدي اول مهمه على طول. رحله سعيده رحله سعيده. البول ده
كله كور زي ما انتم شايفين، صفرة وحمراء وأورنج، بس في جوه كورة زرقاء كبيرة بتاعت هاندبول. اللي هيجيب الكورة الأول وأسرع هيبقى هو اللي كسب المهمة الأولى. جاهزين وفهمتوا؟ جاهزين. وانتوا جاهزين تشجعوا؟ يلا يلا يلا. ريدي ستيدي جو. جيدن ولا سارة؟ جيدن ولا سارة؟ هل سارة اللي هتكسب ولا جيد؟ بعيدوا عن بعض. ازرق ازرق. جيدن بيسمع بيقولوا له تحت وفوق. يا جيدن ما ترميش الكور، احنا اللي بنروق. يا جيدن فين الكورة الزرقاء؟ ايه ده؟ سارة جابت الكورة الزرقاء. سارة أول واحدة كسبت المهمة الأولى، برافو سارة. ولا غلط؟ نركز مع بعض عشان بيرلي وجايدن بس وساره ويوسف بس اللي هيجاوبوا. لو ما عرفتوش افتكروا ان انتوا عندكم وسائل مساعده. اوكي اوكي. يساعدنا شرب 8 اكواب من الماء يوميا على التخلص من السموم، صح ولا غلط؟ هم هم غلط. امال قد ايه؟ امال ولا ايه هو اللي بيخلينا نتخلص من السموم؟ الميه يا جيدن. صح. هي صح. وايه بقى وهنفكر بقى وهتجيبها منين؟ هي الميه طبعا. ايوه هي الميه. ايوه هي الميه. ماشي. تعتبر الدهون من الوحدات الاساسيه اللازمه لبناء الخلايا، صح ولا غلط؟ الدهون من الوحدات، يا استاذه انت باليرين، الدهون من الوحدات الاساسيه اللازمه لبناء الخلايا، صح ولا غلط؟ غلط. لا صح. صح ولا غلط؟ ستيفو صح. صح صح. اخر كلام صح صح, صح. ايوه ثقه. ايوه يوسف واثق. يلا الفريق ده. اللون الاحمر هو اللون الذي يرمز الى السلام، صح ولا غلط؟ غلط. غلط. ايه هو؟ اللون الابيض. برافو برافو. الابيض. برافو. هنا اللون الاخضر لون سلس لا يزعج الناظر اليه بل يجعله يشعر بالراحه والاسترخاء، صح ولا غلط؟ ماما لابساه. ماما لابساه. صح صح. ماشي اوكي. هنا بقى عاصمة دولة الجزائر هي الجزائر، صح ولا غلط؟ صح. انتي بتعملي كده ليه؟ انا عايز. لا يا سلام. مش شايفاك انا بقى. مش شايفاك انا بقى كده. مش شايفينك كلنا مثلا. استعين بيا. استعين بيا. اه ماشي اوكي صح. اوكي هنا عاصمة المملكة العربية السعودية هي الرياض، صح ولا غلط؟ صح صح صح. برافو. ايه ده؟ ده ما فكرتش. طيب ايه رايكم نخش على المهمه الثانيه؟ مين جاهز المهمه الثانيه اللي ما لعبوش؟ ريدي ستيدي جو. يلا يوسف. برافو برافو برافو. اسرع يا يوسف. برافو برافو. الله يوسف بينط. برافو يا يوسف. الاثنين في نفس المرحله بالظبط. في نفس المرحله. يوسف يوسف واضح ان هو عارف من اول بيعمل ايه. الاختيارات جاهزين؟ جاهزين. ماشي. السؤال هنا اكتر الانديه حصولا على دوري ابطال اوروبا، برشلونه، ريال مدريد، ليفربول. ده احنا مع بعض. لا ده هم بس لو مش عارفين هيستخدموا وسائل مساعده. برشلونه، ريال مدريد، ليفربول. ما تبصش لماما. انا كده كده مش عارفه. ما انا شايفاك على فكره. ها خمسه. برشلونه. لا غلط. ريال مدريد. عندك وسائل مساعده. ماشي. اكتر المنتخبات حصولا على كاس العالم، المانيا، انجلترا، البرازيل. انجلترا. لا البرازيل. استفوا استفوا بسرعه. ها ها. يلا انت اللي بتحب الكوره. انت اللي بتحب الكوره. انا صار ملايين ماليش فيها قوي. بس يعني ستيفو هتقولوا ايه؟ انجلترا ولا برازيل؟ خمسه اربعه. البرازيل. البرازيل. برافو شاطر يوسف. خليك واثق اكتر كده. انا اللي قلت لها برازيل. ايوه برافو. قول بصوت عالي. يعني ماشي. ايه الحيوان الذي يضع صغيره في جيب له؟ ايه قول؟ ببطن. كينجرو. برافو. يا خلاص يا ناس من غير اختيارات كمان. يعتبر من اخطر انواع السمك الدولفين، سمك التونه، القرش. القرش. طبعا هي عايزه سؤال. توجد الارض في اي مجره؟
مجرة عباد الشمس، مجرة الدوامة، مجرة درب التبانة. مجرة عباد الشمس. لا ده ايه ده؟ انت متأكد من ده؟ استنى ادي نفسك وقت. طيب متأكد اخدها يعني؟ لا لا بيرل بتقول لك استنى. طب انت عارفة ايه بيرل؟ عباد الشمس، الدوامة، درب التبانة. درب التبانة؟ درب التبانة هي التبانه وانت سالت ماما. لا 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 بس معلش ثانيه واحده. لا 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 ايه بقى؟ التبانه ما انا لسه قايلها ضرب التبانه وانت سالت ماما. ايوه لانها ماشي. لا خلاص مش هتتحسب لكم. السؤال هنا اقرب كوكب للشمس، الزهره، الارض، عطارد. عطارد. برافو يا سرسوره يوتي حلوه جميله. طب والنبي شاطرين حلوين طعمين والله العظيم. كده نبقى خلصنا فقره الاسئله بتاعتنا. يعني يبقى حظوظ ومش حظوظ. خلينا بقى ايه نشوف ايه اللي بعده على طول ونخش بقى نشوف الحظوظ اللي هتلعب بجد بقى عند التوازن. يلا بينا. جينا بقى للعبة التوازن وأنا بصراحة ناوية أتسلى على الأسرتين جامد النهاردة علشان أنا بلاقي نفسي جدا في التوازن. ونشوف الحظوظ بقى لسه مكملة ولا لأ زي ما كانوا بيقولوا في الفقرة الأولى. جاهزين؟ جاهزين. يلا يا جو على طول. يوسف جو يا يوسف. يلا نشجع يوسف بقى ولا إيه؟ يوسف 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 دوميبوا. ها يلا وريني. ها برافو. ها برافو يا سارة. ها حبيبتي. حاضر حاضر حاضر. ها برافو يا سارة. برافو يا سرسورة. والنبي باليرينا شطورة. برافو برافو سارة. يلا ارجعي بقى ارجعي كملي. يلا هتعرفي ترجعي لضهرك. شدي جسم. اه الله 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 الله. ايوه لا 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 والله شاطره. ايوه كده ايوه يا ساره. زي لا 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 لا. ها ها يا لوحي. يلا برافو والله برافو برافو. يلا انا مش هي مش حمل كور. لا لا برافو يا ساره. شاطره. وزني نفسك وزني نفسك. برافو يا ساره والله والله شاطره. ايوه برافو. والنبي باليرينا يا اخواتي. تركيز شاطرة. بالانس. ايوه زي ايوه والله برافو. يا سلام يا سلام على فردة الايد. يا سلام بحيرة البجع يا اخواتي. الله يا سارة. سارة حسبي. سارة حسبي حسبي يا سارة. حسبي يا سارة. برافو سارة والله برافو. تعالى يا بابا. يلا شجع بابا. هل الاستاذ محمد عنده القدر الكافي من البالانس؟ الله 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 الله. ارجع يا استاذ محمد. ارجع يا استاذ محمد. وقعت منه الكوره يا جماعه. اللي بعد تعالي يا ماما. امشي بوشك وظهرك واسالك شويه اسئله تجاوبيني عليها كلها. اوكي يلا يلا يا ماما. 2 في 5 بكام؟ بسرعه يا ماما. 2 بخمسة بكام؟ بعشرة. بعشرة. اوكي بس كده احسن. انا طب وعليها 2؟ 12. ماشي ده ايه الحلاوة دي؟ على 2 بقى؟ 6. الله. طب ارجعي بقى زي ما انت كده بظهرك. موضوع 6 في 5 بكام بقى؟ 30. الله. انت محاسبة ولا ايه؟ لا انا بحب الرياضة. بتحبي الرياضة؟ ماشي استني كده ثانية. بتحبي الرياضة قوي يعني؟ انا هكرهها بعد اللعبه. لا لا ليه ليه. طب 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 15 ماينس 7 بكام؟ اه ماينس 7 بقى بكام بقى؟
15 ماينس 7 بكام؟ 8 8 8 8 8 8 الله على التركيز. 8 بقى في 2 بكام؟ ب 16 16 ماشي ماينس 4 12 12 على 4 على 4 يا عبير على على 4 على 4 بكام؟ على 4 بكام؟ انا امسكي الكره دي كده امسكي كده. برافو يا عبير والله برافو. يلا بابا بابا نعم جنيه. ليه؟ ما انت صاحي يبقى اديني الجنيه. ليه؟ كده الله. انا عايزه اشتري حاجات من الدكان. دكان ايه بس اللي هتشتري منه؟ لا وانت ظهر وانت في ظهر. يلا وبعدين بقى بعد ما بتشتري بناخد الجنيه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ جيدن وقع وقع تاني. ما انا ايه هعمل؟ يلا يا ايدو ماشي ماشي هعديها. قول لي بقى جيدن بعدين بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ كمل المشهد. يقول لي انا عارف ان انت ايوه مش ايه؟ مش هتوقف غير لما تديني الجنيه. بجد؟ الجنيه خد. وبتاخد الجنيه ولا ايه؟ باخد. بتاخد الجنيه؟ اه. طب ماشي يلا. برافو يا جيدن. رحلة سعيدة رحلة سعيدة. بيرلي بيرلي انت اكتر مادة بتحبيها ايه بقى؟ اكتر بقى مادة بتحبيها ايه يا بيرلي؟ ارت. ارت؟ تحبي الارت ايه؟ ترسمي ولا تعملي ايه؟ الوني. تلوني بجد؟ طب ابيض واحمر يعملوا ايه؟ بينك. بينك صح؟ اللي انت بتحبيه ده ولا ما بتحبيهوش؟ بكرهه. كل مركزه تركيز رهيب. برافو برافو على مهلك. يلا يلا. بقالك قد ايه بقى بتلعبي باتيناج يا بيرلي؟ 4 سنين. 4 سنين. واشمعنى الباتيناج بقى؟ بيخليكي متوازنه واضح. توازن رهيب. باتيناج بيخليها متوازنه. اكيد توازن رهيب يا جماعه. ولا اي حاجه. ولا مركزه معايا في اي حاجه. اكتر بقى مسلسل متابعاه ايه؟ مش بتابع. امال بتتفرجي على ايه؟ سوري. لا بتتفرجي على ايه؟ عاش الرحمه. ما بتفرجش كتير قوي بجد. اوكي. طب انت دايما بتبقي مركزه كده يا بيرلي؟ مش كل الوقت. مش طول الوقت. امال امتى؟ ايه يا بيرلي الحلاوه دي؟ برافو يا بيرلي. يلا يا بابا. ايه ده بقى دي؟ 1 2 لا ممكن تسيبهم عادي. 3 ما خدش حاجه. 2 بس. 4 ايه ده 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 ايه يا جورج ده؟ يلا يا جورج يلا يا جورج يلا يا جورج. ولا خد حاجه غير 2. ينفع كده جورج؟ جورج 2 بس يا جورج. قدامي رجع لنا الثقه يا جورج. 3 اهو 3 اهو 5 اهو 4 اهو 4 5 5 6 7 8 8 9 الله 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 8 9 جورج مركز 10 11 بابا كان هيقع. يلا يا كريستين. طب يلا ايه بقى؟ ايه اكتر حاجه بتعصبك بقى في الولاد الصبح بقى وانت مدرسه كده؟ ايه ايوه كملي. ايه بقى اكتر حاجه؟ ايه طلبات بقى؟ طلبات بقى. كم كره وقعت؟ مش مني. مش م... مش م... طب ايه ايه بقى؟ أيوة طلبات بقى. اكتر طلب. عايزين نفطر. جعانين. عايشة كيكي. يلا تويلت. عايزين نغير هدومنا. ثانية واحدة. ايوه ها خطوة لورا خطوة لورا. كريستين وقعت. معلش معلش. حلو جدا 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 كده. يبقى في تعادل ما بين الاسرتين عشان الاب هنا هو اللي وقع الام هنا هي اللي وقعت فاحنا تقريبا متعادلين. يلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه في الفي ار. جينا بقى لعبه الفي ار اللي الاستاذ يوسف متحمس لها جدا من اول ما دخل الرحله بتاعتنا دي. صح. طب انت عارف هتلعب ايه دلوقتي؟ المفروض ان انت كل ظهر يطلع لك تقعد تشوطه كله. أوكي. ولو جات لك بلوكات كبيره
تفاديها يعني بالظبط كده كده وكده 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 وكده. احنا هنستخدم ايدينا ورجلينا وكل حاجه. اوكي جاهز؟ جاهزين نراز نشجع؟ جاهزين. يلا بينا يا يوسف دوس بلاي. حماس بقى. يلا هي واحد اثنين على الماشي كده. برافو. ثلاثة أربعة. نسخن بقى. خمسة ستة سبعة تمام. لا 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 يلا. حاسب 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 ماشي. الله 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 حاسب. برافو يا يوسف تركيز عظيم. برافو برافو بجد. اوكي شعر. يا سلام محارب محارب. ايه ده ايه ده ايه ده ورا بعض كده ورا بعض كده ويمين وشمال وكده وكده. واحدة هنا واحدة هنا. لا ده شكله هيكسب شكل كده. يوسف هيكسب. انتوا ساكتين ليه؟ برافو انتوا. الله 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 الله. برافو والله برافو. ايه ده بقى ده؟ ماشي يلا كمل. سولوهات يا ابني سولوهات. شاطر. عزف منفرد ده ولا ايه؟ يا سلام بنلعب درامز. ايوه بقى ايوه المزيكا عامله شغل يا جو. جدع. الله وكده وكده وايه؟ ده احنا شكلنا بنكسب شكلنا بنقفل الليفل. برافو. وبيرقص كمان. يا سلام ده ابتدى بقى ايه؟ الله. لا خسر خسر بس جيم حلو قوي قوي للاسف خسر. ماشي يلا اللي بعده. تعالى جايزك. يلا جاهز يا جايدن؟ اه دوس بلاي. يلا جايدن. يلا يا جيدو. جايدن بكل حواسه. برافو يا جايدن. اوه يا جايدن. يا جايدن خلابي ناس. حاسب ماشي. الله 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 الله. هنروح فين؟ ماشي. جايدن بيرقص برضه. وايه؟ وايه؟ محدش هيجي هنا. ايوه كل دول كل دول. برافو جيد. الله الله. ايه ده؟ ايه دي؟ ده ايه رقصات جديده دي؟ يلا ادي شمال ويمين. برافو برافو. الله 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 الله. راح فين؟ تعالى هنا. برافو برافو. ويمين وشمال وشمال ويمين. شكله هيعملها يا اولاد شكله هيعملها يا اولاد. في تعبير حركي مش عادي. يلا حلو. بس برضو كان جيم حلو جدا زي الجيم بتاع يوسف بالظبط. وبكده لسه احنا مكملين معاكم العاب تانيه وتحديات تانيه. بس تعالوا بقى نروح دلوقتي نسمع حدوته حلوه قوي قوي من ماما سماح. برافو يا جيد. اهلا باصحابي اصحاب رحلتنا السعيده. والنهارده هنحكي حكايه جديده من حكايات ماما سماح. ومعايا اصحاب كمان موجودين معايا هنا هيسمعوا معايا الحدوته. حكايتنا النهارده كلها انغام جميله وحاجات جميله جدا هنسمعها من اله جميله جدا كلنا بنحبها وعارفينها اله البيانو. قصتنا النهارده اسمها اصابع بيضاء وسوداء. احنا عارفين البيانو الاصابع بتاعته لونها أبيض في أسود. قصتنا بقى أو حكايتنا اللي أحكيها لنا رامي. رامي ولد طيب بيحب الموسيقى وعنده 10 سنين. وأكتر حد بيحبه في المدرسة هو الأستاذ عمر مدرس الموسيقى. عارفين أستاذ عمر سمى رامي إيه؟ إحنا عارفين السلم الموسيقي بنقول فيه إيه؟ دو ري مي. دو ري مي. دو ري مي. أستاذ عمر سمى رامي ري مي زي دوري مي بالظبط عشان هو بيحب الموسيقى وبيحب دايما يعزف ألحان جميلة وأنغام جميلة على آلة البيانو. كل يوم في المدرسة لما بيجي وقت البريك أو وقت الفسحة كل الولاد بينزلوا عشان يلعبوا. لكن رامي أول ما يبدأ البريك يروح على طول عند الأستاذ عمر ويبدأ إيه يتعلم معاه يعزف على آلة البيانو. يعني دايماً رامي بيسمع رأي أستاذ عمر وعارف إنه دايماً بيقوله الرأي الصح حتى لو هو مش عارف حاجة أو غلط في حاجة. هو دايماً بيقوله الحاجة اللي لازم يعملها عشان يبقى على طول شاطر وكل الناس تتبسط منه. في يوم من الأيام يا أصحابي
في بدايه السنه الدراسيه جه للفصل بتاع رامي ولد جديد يبقى معاهم في الفصل. الولد ده كان تخين قوي وضخم كده، وكل الولاد قالوا احنا مش عايزين نصاحبه. الولد ده كان اسمه نبيل. كل الولاد سموه الحقيقه اسم مش حلو خالص واسم مش لطيف. عارفين قالوا عليه ايه؟ قالوا عليه نبيل الفيل، لان الفيل حيوان ضخم وكبير. كمان الولاد قالوا حاجه تانيه، قالوا اللي هيكلم نبيل احنا هنخصمه ومش هنصاحبه. طيب رامي يعمل ايه؟ يسمع كلامهم ويظلم نبيل اللي لسه جاي جديد ملوش اصحاب، ولا يكلم نبيل وكل اصحابه اللي في الفصل يقولوا له احنا مخصمينك يا رامي ومش هنكلمك؟ يعمل ايه رامي بقى؟ يكلم نبيل. رامي كان محتار، ولما بيحتار بيروح لمين؟ استاذ عمر. للاستاذ عمر. رامي راح للاستاذ عمر وقال له يا استاذ عمر انا في موضوع محيرني ومش عارف اخد فيه اتصرف ازاي، مش عارف اخد اي قرار. قال له ايه؟ ايه اللي حصل يا رامي؟ رامي حكى للاستاذ عمر حكايه نبيل والكلمه الوحشه اللي كل الولاد قالوها عليه. استاذ عمر عزف شويه على البيانو وخلى رامي يعزف برضو على ايه؟ على البيانو. ضحك استاذ عمر وقال له قالوا ايه على نبيل؟ قالوا عليه نبيل الفيل. سكت استاذ عمر وقال لرامي سؤال انا كمان هسأله لكم واساله لاصحابي اللي موجودين معايا. لو احنا فكرنا اصابع البيانو اللي احنا شايفينها دي اللي هي ابيض واسود عايزين نعملها من جسم حيوان من الحيوانات، ايه هو الحيوان اللي ممكن نعمل منه اصابع البيانو؟ ايه هو؟ ممكن يكون اي حيوان مثلا. رامي فضل يفكر شويه وقال له ايه؟ انا عرفت الحل يا استاذ عمر. قال له هي يا رامي قول. قال له الحصان. استاذ عمر ضحك وقال له لا مش الحصان يا رامي. فكر تاني. رامي فكر شويه قال له ايوه انا عرفته بقى المره دي. قال له ايه هو يا رامي؟ قال له الغزال. برضه استاذ عمر قال له ولا هو الغزال يا رامي، لا هو الحصان ولا هو الغزال. انت عارف اصابع البيانو يا رامي بنعملها من ايه؟ قال له من ايه؟ قال له من العاج اللي بيبقى في انياب الفيل. بعد ما الفيل بيموت بناخد العاج الابيض، الناب الابيض اللي احنا بنشوفه كده ده، ها؟ اللي بيبقى هنا وهنا ده، وبنعمل منه اصابع البيانو اللي انت شايفها واللي بتخلينا نسمع اجمل موسيقى. انتوا كنتوا تصدقوا ان البيانو بيتعمل من اصابع بيانو بتتعمل من عاج الفيل؟ لا. كنتوا تفتكروا كده؟ وانا كمان ما كنتش افتكر كده. بس استاذ عمر قال له لا بنعملها من الفيل. ده بقى يخليك يا رامي تعرف حاجة مهمة قوي قوي قوي، إنك ما تحكمش على حد بإيه؟ بشكله. رامي فكر في كلام أستاذ عمر وقال له فعلاً يا أستاذ عمر أنا خلاص دلوقتي عرفت أنا هعمل إيه. بسرعة جري رامي وكلم مين بقى؟ نبيل. كلم نبيل وقال له يا نبيل أنا هصاحبك وما يهمنيش إن أصحابي التانيين ما يكلمونيش، انت مالكش ذنب ان انت تقعد لوحدك في الفصل ومحدش يصاحبك. نبيل فرح جدا ان رامي جه كلمه وانه قال له انا عايز ابقى صاحبك يا نبيل. رامي خلى نبيل يتعرف على الاستاذ عمر وكمان يتعلم موسيقى، وبقوا في كل يوم في الفسحه يروحوا هما الاثنين لاستاذ عمر، رامي ومعاه نبيل، يروحوا يتعلموا موسيقى. مر شهر واثنين وثلاثة وبدأت أيام الامتحانات. طبعاً إحنا عارفين في الامتحان كلنا بنستعد ونذاكر كويس عشان إن شاء الله ننجح ونجيب كمان درجات كويسة. في يوم من أيام الامتحان يا أصحابي ورامي قاعد بيجاوب على الأسئلة ومنتبه ومركز كويس قوي، فجأة واحد من الولاد اللي قاعدين في لجنة الامتحان حس إنه تعبان. كل طبعاً المراقبين عملوا إيه؟ جروا يشوفوا الولد ده ماله؟ تعبان حبيبي عندك إيه؟ في الوقت ده بقى بقية الأولاد عملوا حاجة وحشة خالص خالص. تفتكروا عملوا إيه بقى؟ عملوا إيه بقى في الامتحان لما لقوا المراقبين مش منتبهين؟ غشوا. بدأوا يغشوا. يا خبر، رامي بقى سامعهم عمالين يقولوا الإجابات لبعض كلهم وهو حتى ما حاولش يسمع بيقولوا إيه. اكتشف على فكرة إن في سؤال هو مجاوبه غلط وسمع الإجابة الصح، يصلحه في الورقة؟ لا. يصلحه؟ رغم إنه سمع الإجابة الصح؟
طبعا لا ما يصلحوش لان دي ما تبقاش امانه. فعلا رامي ما عملش اي حاجه غير انه كتب الاجابات اللي هو عارفها وقدم ورقته، بس بعد ما الامتحان خلص كان زعلان، زعلان جدا كمان. عارفين ليه كان زعلان؟ راح رامي الاستاذ عمر وقال له انا دلوقتي زعلان جدا. قال له ليه يا رامي؟ قال له ازاي انا اذاكر واتعب وحد تاني يغش ويجيب درجه احسن مني في الامتحان؟ ده عدل؟ ده عدل ان حد يغش يجيب درجه احسن مني رغم ان انا مذاكر ورغم ان انا ما رضيتش ان انا اغير الاجابه الغلط رغم اني سمعت الصح عشان ابقى امين مع نفسي؟ ده تصرف صح عمله رامي ولا لا؟ صح. صح؟ استاذ عمر فعلا كان زعلان، زعلان ان في حد بيغش وحد عايز يجيب درجه كويسه رغم ان هو ما ذاكرش. بس قال لرامي حاجه مهمه جدا جدا يا اصحابي. قال لرامي بص يا رامي كويس على صوابع البيانو اللي انت شايفها دي. رامي بص قال له تعرف هما كام؟ رامي سكت كده وقال له لا ما اعرفش وعمري ما فكرت في السؤال ده. حد فيك يعرف اصابع البيانو كام؟ اصابع البيانو يا اصحابي 88، بس 56 منهم ابيض و32 منهم لونهم اسود. يعني الاكثر الابيض ولا الاسود؟ الابيض. الابيض الاكثر. استاذ عمر قال لرامي شوف يا رامي دايما الابيض بيبقى اكتر من الاسود. البيانو ده عامل زي حاجات كتير في حياتنا، فيها الابيض وفيها الاسود، فيها الخير وفيها الشر، فيها النهار وفيها الليل، بس في النهايه دايما مين اللي بيغلب، الخير ولا الشر؟ الخير هو اللي بيغلب. رامي اقتنع بكلام استاذ عمر وقال له انا خلاص مش زعلان يا استاذ عمر، انا عرفت ان انا دايما طالما بعمل الخير ودايما انا امين في النهايه انا اللي هبقى صح وانا اللي هبقى متفوق. حتى لو في امتحان ما جبتش اعلى درجه لكن في الامتحان اللي بعده ان شاء الله طالما بذاكر هجيب الدرجه اللي انا نفسي يعني ابقى متفوق واحصل عليها او اي تبقى درجتي. فعلا استاذ عمر كان فرحان جدا برامي. عارفين ليه فرحان برامي؟ ليه؟ لان رامي كمان بيعمل حاجه حلوه جدا يا اصحابي، انه دايما بيسمع نصيحه الاكبر منه. احنا بنسمع نصيحه الاكبر مننا؟ ولما حاجه بنبقى مش عارفين نفكر فيها بنروح لحد اكبر مننا ونساله؟ ولما بيقول لنا رايه بنسمع الكلام ولا بناخد كده الكلام وما نسمعوش؟ لا بنسمع الكلام، لان الاكبر مننا اكيد يعرف حاجات اكتر مننا. والموسيقى كمان بتعلمنا حاجات كتيره قوي، بتخلي دايما يعني نبقى كده هاديين ودايما كده نبقى عندنا كده مشاعر جميله. فلان رامي بيعزف موسيقى كمان دي غيرت كتير في شخصيته. الهوايات او الرياضه اللي بنمارسها كل الحاجات دي بتخلينا دايما نبقى عندنا كده صفاء نفسي. يعني ايه؟ يعني نفكر بهدوء، ما نبقاش متضايقين، ما نبقاش عصبيين. فانا عايزه كمان اصحابي يا ريت اللي مش بيمارس هوايه يبدا يشوف ايه الحاجه اللي بيحبها ويمارسها، ودايما يبقى حريص انه حتى في ايام المدرسه ينظم وقته. دي كانت قصتنا اصابع بيضاء وسوداء اللي تعرفنا فيها على رامي وعلى استاذ عمر وعلى كمان البيانو. عايزه اعرف من اصحابي قصه عجبتنا؟ حلوه قوي. ايه اللي عجبنا في قصه النهارده؟ ان رامي ساعد صاحبه، وانه ما سمعش كلام الاولاد اللي قالوا له ما تصاحبش نبيل وما غشش. برافو عليك، دي مهمه جدا كمان، ان حتى لو اللي حوالينا كلهم بيغشوا احنا ما نعملش زيهم وما نغش. احنا مالناش دعوه باللي بيعمل حاجه غلط، المهم احنا نعمل الحاجه الصح اللي احنا مقتنعين بيها وعايزين نعملها. اتمنى اصحابي ان قصتنا النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سامعها. لسه مكملين معاكم، وعندنا بقى دلوقتي العاب الترابيزه بتاعتنا، المتاهه بتاعتنا. بس النهارده هنلعب بكور وطباق، كل واحد هيحاول ان هو يعدي الكور ونشوف مين هيوصل الاول وهيبقى بيهويها بالطبق. فمين هتعملوا ايه؟ بس انا هحط الكور اهي وارجع لورا ثانيه، ما حدش يبتدي غير لما اقول يلا. يلا ريدي ستادي اند جو. الله يوسف دخل بسرعه، برافو يا يوسف.
وكمان بيرلي دخلت بسرعه. يوسف طلع تاني. لا يا يوسف ما بنعملش الحركات دي. لا يا بيرلي بالهوا بالهوا يا بيرلي. ايوه يا بيرلي برافو بيرلي بلاش الحركات دي. بالهوا بس ما بنلمسش الكوره ما بنلمسش الكوره يا بيرلي ما بنلمسش الكوره. لفي الناحيه الثانيه لفي لها. يوسف لسه مزنوق في البلوك الثاني. الله طلع الثاني يلا دخلها. معلش معلش هتخش. هو في ايه؟ هو في ايه؟ هوا بقى هنعمل ايه؟ جرب تكنيك هوا. لا 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 هي إيه بنلعب بينج بونج يا راجل اهي يلا. ايوه دخل الثاني. بيرلي قربت تخلص. بيرلي هتطلع ولا ايه؟ بيرلي هتطلع ولا ايه؟ هتطلع بيرلي ولا ايه؟ بيرلي مركزه جدا كورتها عماله تروح وتيجي شكلها طالعه تاني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الاثنين طلعوا بره. الاثنين طلعوا بره يلا يلا. كانوا قربوا الاثنين طلعوا بره. رجعوا تاني. دخلنا البلوك الاولاني تاني. هل يا نهار ابيض يا عيني يا بيرلي كل شويه تطلع بره رغم انها كانت مقربه مقربه جامد مقربه على النهايه. هتطلع تاني يا يوسف ولا ايه؟ هتطلع تاني يا يوسف ولا ايه؟ لا دخلنا. ايوه يا يوسف ايوه يا يوسف ايوه تشوي دورها يلا يلا يا يوسف. هو جامد أيوة. الله يوسف دخل في الثالثه. بيرلي عماله تطلع يا عيني يا بيرلي مع انها كانت قربت كانت قربت جامد. انا ايدي مش انت من ايدك مش ايه اشوي كده اشوي ايوه جامد جامد. هوا ايوه برافو يا يوسف ايوه كده يلا هوي 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 جامد. فين الشوي؟ تشويش ولا ايه؟ يلا يا نهار ابيض يا عيني يا بيرلي صعبتي عليا. يوسف دخل في البلوك الثالثة. يوسف هيطلع يوسف هيطلع ولا ايه؟ يوسف هيطلع ولا ايه؟ يوسف هيطلع ولا ايه؟ هيكسب ولا ايه؟ ها بيرلي يا عيني يا بيرلي. لا 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 حسبي يا نهار ابيض رجعنا من الاول يا يوسف. وبيرلي دخلت البلوك الثاني. موضوع صعب قوي. هنروح فين وهنيجي منين؟ لا لا بيرلي بلاش الحركات دي. هوا بس هوا بس هوا بس ها هوا بس هوا بس. بيرلي كسبت. بيرلي كسبت بعد يعني ماتش فظيع رهيب مش ممكن. بيرلي هي الفائزه الاولى في لعبه الترابيزه النهارده. بس جود جوب والله يوسف. كانوا الاثنين كل شويه كل ما يقربوا يرجعوا تاني. تعالوا نشوف اللعبه اللي ثانيه معانا هنا على الترابيزه هتبقى ايه. جينا بقى للعبة التانية معانا الأستاذ جايدن والأستاذة سارة. هنشوف بقى مين اللي هيوقف الإزازة. كل ما حد يوقف الإزازة مرة هتبقى الكورة بتيجي ناحيته ونشوف الكورة هتروح عند ناحية مين وتخلص فين. جاهزين؟ جاهزين. واحد واحد بقى يلا جايدن. آه سارة ماشي. جايدن ماشي. سارة سارة جايدن جايدن ده سارة جايدن. برافو جايدن. سارة سارة جايدن ماشي هيجيبها. سارة جايدن سارة جايدن. الله فاضل ايه؟ اتنين. سارة ماشي جايدن. برافو فاضل واحدة يا جايدن ماشي جايدن. سارة يلا يلا يا سوسو بلاها سوسو يلا جوجو يلا سارة يلا يا جوجو ماشي سارة سارة تعود سارة تعود سارة من جديد. سارة واو يلا يا سارة. ايوه يا سارة ايوه يا سارة يلا يا سوسو. الله لا ما جاتش. برافو يا جوجو يلا يا سوسو يلا جايب سارة يلا يا سوسو سارة قربنا عند سارة. جايدن كان فاضل له واحدة ويكسب. هل سارة ولا جايدن؟ ماتش قوي جدا. جينا تاني يلا سارة واو واو وبعدين يلا جايدن برافو يلا يا سوسو جوجو برافو يا جايدن. ها سارة برافو يا سارة جايدن مش ممكن بقى سارة
ساره. ساره فاضل لك واحده. لا فاضل لك اثنين. الله 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 برافو. لا مش مصدقه مش مصدقه. ايه يا ساره ده؟ يلا يا جوجو. الله 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 الله. يلا يا ساره. ماشي. ساره انا مش مصدقه الماتش ده. مش مصدقه كمان ان انتوا قد ايه لغايه الاخر. يلا جيدن. جيدن. حلوه دي. برافو يا جوجو. شكلك ايه؟ عايز تكسب؟ عايز تكسب يعني. ساره وانت شكلك ايه؟ جاي اكسب النهارده. ماشي يلا. ايه الشطاره دي؟ ايه الحق؟ ماشي عديها. يلا يلا. هتلعبها في البيت مع اخواتك؟ هبقى احاول. هتقاوي قوي. يلا يا جوجو. يلا يا جوجو. جيدن تاني. يلا يا جوجو. ساره قصدي. يلا يا جوجو. جيدن ده احنا قربنا نوصل للاخر. فاضل لك زلطه وتطلع بره. وقد كسب جيدن. يا على الماتش الفظيع ده. جيدن هو اللي كسب معانا بعد اصرار وتحدي رهيب من ساره. يلا نشوف اللعبه اللي بعدها على الترابيزه على طول. برافو جوجو. ترقب وحماس بقى في اللعبه الثالثه ما بين يوسف وبيرلي. كل واحد قدامه حبه من الكور. الكور دي لو خلصت خلاص احنا خلصنا. هي راوند واحده ونشوف مين فيكو هيدخل اكبر عدد كور جوه الكوبايات اللي قدامه. جاهزين؟ جاهزين. يلا نقول ريدي ستيدي اند. يا نهار ابيض على الترقب والحماس والتركيز. جو. ايه الاثنين دخل. الله 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 الله. طلع دي. الله كلهم في حته واحده. يلا الله 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 الله. ماشي. في واحدة دخلت هنا؟ أهي. في هنا واحدة؟ لا. يلا. الله. اثنين واثنين. في واحدة هنا؟ وفي واحدة هنا. يلا. كل واحد قدامه كوباية واحدة. مين اللي هيكسب؟ مين اللي هيكسب؟ أنت خلصت كورك. هنشوف بيرلي هتدخل ولا هتتعادلوا. تعادلوا كده. يبقى يوسف وبيرلي الاثنين تعادلوا والاثنين سابوا بس اخر كوبايتين. وبكده يبقى برضو خلصنا لعبنا النهارده في الجزء الاول. استنونا في الجزء الثاني بكره في نفس الميعاد. لعب ثانيه وتحديات ثانيه مع الاسرتين الحلوين. يا رب تبقوا انبسطتوا زي ما احنا اتبسطنا. باي باي. قول لهم باي باي.